مساء الخير واهلا وسهلا بالاهلاويه اللي بيتابعونا. حلقه جديده السادسه في البدايه، تحياتي لحضراتكم والف مبروك. مش بس المباركه على التاهل للدور قبل النهائي في كاس مصر، لكن تاهل الحقيقه مباراه امبارح ادتنا دروس كتيره جدا واكدت على انه واحد الكبير كبير، وانه الاهلي دايما بمن حضر. ماتش من الماتشات وواحد من الاختبارات الصعبه جدا واللي نجح فيها الفريق ككل الحقيقه بامتياز، بدايه من الجهاز الفني اللي بيقوده في الوقت الحالي كابتن سامي قمصان، واللي اثبت الحقيقه بالدليل القاطع انه يعني على مستوى الجداره والكفاءه واحد الحقيقه تقدر تراهن عليه وتقول انه مشروع مستقبل بالنسبه للنادي الاهلي. امبارح كابتن سامي قمصان في مباراه صعبه ومواجهه من العدد الثقيل في الظروف الطبيعيه، هي بالتاكيد مواجهه صعبه جدا، لكن تضيف عليها الظروف القاسيه اللي مر بيها النادي الاهلي قبل المباراه، تقول انه كابتن سامي قمصان ذاكر ودرس وشاف سيناريو المباراه من قبل ما تبتدي. تحيه واجبه لجميع النجوم اللي شاركوا امبارح، 11 راجل في الملعب بمعنى الكلمه. كوكا واحد من اهم النجوم، الشناوي عوده جزء كبير جدا من الشناوي اللي احنا عارفينه وشفناه في مباراه امبارح باستثناء طبعا اللقطه الاخيره وهرجع لها، وليد سليمان، زياد طارق، طاهر، محمد طاهر، حمد لله على السلامه طبعا، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد هاني واحد من اللي اجادوا امبارح بشكل ملفت، وبالتاكيد الثنائي رامي ربيعه وياسر ابراهيم. كل الفرقه امبارح الحقيقه كانت نجوم، محمد شريف، حسام حسن، حمد لله على السلامه، استنيناك كتير وفرحنا كتير من جماهير النادي الاهلي امبارح فرحت لحسام انه سجل في مباراه بيراميدز. عايز اقول بس انه وان كان ليا ان انا اقول ملاحظه، انا ليا ملاحظتين. الملاحظه الاولى مرتبطه بالتحكيم، والملاحظه الثانيه مرتبطه بالانفاس الاخيره في عمر المباراه. الاهلي عودنا طول عمره الحقيقه مهما كانت المباراه شبه محسومه ومهما كانت النتيجه بتصب في صالحنا انه التركيز دايما من اول ثانيه لاخر ثانيه، مش ممكن في اي لحظه من اللحظات وانت جوه الملعب وان الحكم لسه ما صفرش واعلن نهايه المباراه تحس انك انت المباراه انتهت او ان المباراه اتحسمت. بعتقد ان ده واحد من اساسيات ومبادئ النادي الاهلي، واتمنى ان احنا لانه في الفتره اللي جايه كل شيء صعب وكل مواجهه بدايه من سموحه في الدوري او حتى بتروجيت في الكاس هتكون صعبه جدا ومهمه جدا في موسم ممتد لسه معانا على الاقل لمده شهرين. على كل الاحوال هنتكلم في كل التفاصيل، نركز على الايجابيات، واذا كان في سلبيات مفيش مانع ان احنا نناقشها، وخصوصا انك انت على بعد يومين بيفصلوك عن مباراه هتكون برضو من الماتشات الثقيله وماتش من او يعني خلينا نقول من الماتشات البايخه بلغه الكوره، مش قصدي باي حاجه ثانيه، مع سموحه في اسكندريه. وسموحه الحقيقه فريق من الفرق اللي بتقدم كوره حلوه وعندها كوره حلوه، ودايما الحقيقه ماتشاتها مع الاهلي بتبقى ماتشات من العيار الثقيل. خليني ابدا الحلقه النهارده مع حضراتكم باهم وابرز العناوين. معانا مفاجاه النهارده في السكايب، ضيفنا اللي هيشرفنا النهارده من المانيا، واحد من اكبر الاسماء مش بس في المانيا، في اوروبا وممكن تقول كمان في العالم في مجال التدريب. حلقه خاصه جدا او حوار خاص جدا هنجريه النهارده مع واحد من قمم التدريب في المانيا، هيكون ضيفنا، مش هقول لكم الاسم، تابعونا وانتوا تعرفوا مين هيكون ضيفنا النهارده. خليني ابدا الحلقه باهم الاخبار والعناوين. الاهلي يستعد لمواجهه سموحه بدون راحه بعد الفوز على بيراميدز في ربع نهائي الكاس. وعبد الحفيظ، شخصيه الاهلي هي الاساس، وقمصان تعامل مع بيراميدز باحترافيه. اتحاد الكره يفتح الباب لاي نادي لاستقدام حكام اجانب. وعلى عهده الميرر البريطانيه، محمد صلاح يقترب من الرحيل مجانا عن ليفربول. خطوه جديده لترابزون سبور تقربه من التعاقد مع تريزيجيه. الملاحظه الثانيه، يعني كلمتكم عن الملاحظه الاولى تخص فرقتنا، الملاحظه الثانيه هي ليها علاقه شويه بالتحكيم. سواء المستوى اللي شفنا بيه خوسيه لويس منويرا في حكم مباراه القمه الاهلي والزمالك، او حكم امبارح طبعا في مباراه الاهلي وبيراميدز، واحد هو ليه لاعبتنا يعني ما بنشوفش حاله الانضباط والالتزام، يعني زي ما بنقول للتحكيم ما عليه لابد ان احنا كمان نقول ما له. فانا الحقيقه بشوف انه يعني مع الحكم الاجنبي شخصيه اللاعب المصري بتتغير، مستوى انضباطه بيتغير، درجه تقبله لقرارات الحكم اللي ممكن في اوقات كتيره جدا تبقى غلط. يعني بالمناسبه حكم امبارح انا بشوف انه قرار البينالتي بتاع بيراميدز في نهايه المباراه قرار غير صحيح او غير سليم، وزي ما بننتقد حكامنا لابد ان احنا كمان ننتقد الحكام الاجانب. وحكم الفار امبارح اخطا انه ما استدعاش حكم المباراه او حكم الساحه انه يشوف اللعبه دي، لان هي لما شفناها في بكل زوايا الاعاده ما فيهاش اي احتكاك وما تستدعيش اي ضربه جزاء. والحمد لله الحمد لله
انها كمان ما كانتش غلطه مؤثره، يعني لو النتيجه كانت 1-0 قبل ما حسام حسن يسجل الجول وضربه جزاء دي اتحسبت كانت هتبقى ازمه كبيره جدا. النهارده بالمناسبه يعني وانا بكلمكم على في العناوين بقول لكم اتحاد الكره وافق انه فتح الموضوع لاي نادي عنده رغبه فيه انه يستدعي طاقم تحكيم اجنبي لماتشاته، وانا عارف انه نسبه الحساسيه بالنسبه لكل الفرق مش بس الفرق اللي بتنافس على القمه او اللي بتنافس او اللي وصلت لادوار متقدمه في بطولات الكاس قديم وجديد هي اللي عايزه حكام اجانب، لا ممكن تلاقي جدا تحت في القاع المعركه اكثر سخونه، وبالتالي ممكن تلاقي في رغبه كبيره جدا من الانديه، وخصوصا انه احنا بنتكلم النهارده على يعني انا اسف انه معظم الانديه المصريه بتشتكي من التحكيم المصري، مش الاهلي بس، يعني مش احنا بس اللي بنهايلايت الجزئيه دي، لكن راجع كده تصريحات معظم المسؤولين في اغلب الانديه المصريه في مشاكل كبيره جدا مع التحكيم. بالتالي اتحاد الكره قال لك افتح موضوع، $35,000 تكلفه تقريبا استخدام طاقم تحكيم اجنبي، عايزين بس فتره كده عشان ما يبقاش شورت نوتس، يبقى قبلها بفتره معينه 10 ايام تقريبا او اسبوعين، فتره حددها اتحاد الكره يعني، اطلب وادفع الفلوس نجيب لك طاقم تحكيم اجنبي. وسؤال تاني اتحاد الكره بقى او لجنه حكام، يعني اذا كان الحكم طاقم تكلفه استخدام طاقم تحكيم اجنبي بتوصل ل $35,000، طب ما ترفعوا شويه، ارفعوا من كل حاجه، يعني ارفعوا من المقابل المادي اللي بياخده حكامنا المصريين، ما هم برضو في احساس، وهم في النهايه بشر، في احساس بالتفاوت الشديد جدا، وده بالتاكيد مأثر نفسيا. ودي حكامك بره ياخدوا كورسات، ياخدوا ورك شوبس او ورش عمل، يحضروا يشاركوا، يتم انتدابهم، ياخدوا اي حاجه تساعدهم على تطوير مستواهم، يشاركوا، اعملوا اتفاقيات تعاون مع اتحادات يعني عندها كره متقدمه، مش لازم نروح اوروبا لكن ممكن نروح الخليج، ممكن نروح اسيا، ممكن نروح امريكا اللاتينيه، ممكن نروح دول متقدمه في افريقيا، ياخد التجربه في ملاعب ثانيه ترفع مستوى التجربه والثقه عنده، يعني في حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل في الإطار ده. لكن على كل الأحوال، طيب خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد، أنا عارف طبعا إن الناس من بعد ماتش امبارح بتفكر في ماتش سموحة، وخصوصا طبعا يمكن الأهم طبعا قائمة الغيابات العنيفة اللي بتواجه الجهاز الفني والفريق في الفترة دي، لكن خليني أقول لحضراتكم من امبارح واحد من الماتشات اللي بيأكد إن كرة القدم لا تعتمد على أسماء، لا تعتمد على لاعبين، لا تعتمد على نجوم، لا تعتمد على أفراد، تعتمد في المقام الأول على التيم، التيم ورك، العمل الجماعي، وده أعتقد واحد من الدروس المهمة جدا اللي أثبتها فرقتنا امبارح في مباراتهم أو في مواجهتهم مع بيراميدز اللي بيتهيألي كان كامل العدد، ما أعتقدش إنه كان عنده يعني غيابات مؤثرة جدا. نروح لكريم نطمن على الفرقة، التمرينة يمكن ابتدت من دقايق، عندنا ماتش رخم بلغة الكورة يعني كمان يومين، مباراة سموحة دايما من الماتشات اللي دايما بتبقى برضو شايل همها وبتفكر فيها، خصوصا الماتش ده هيكون في اسكندرية، فبالتالي نطمن على الفرقة من خلال وجود كريم في النادي الأهلي ويمكن تابع الدقايق الأولى من بداية التمرين. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كان زي ما اكدنا وقلنا تلاحم كبير جدا وتدريبات بدون راحه يعني بعد المباراه مباشره، والاداء المميز جدا والنتيجه الكبيره الحقيقه في ظل الظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي، كل التحيه يمكن لعيبه النادي الاهلي الكابتن سامي ومصان على ادارته الفنيه الممتازه من اختياره ال11 اللي كانوا متواجدين، من التغييرات اللي كانت اكثر من رائعه، الشخصيه بتحسم والدوافع وروح الفانيله الحمراء في ظل التوقيت الصعب جدا اللي فيه فريق النادي الاهلي، وفي ظل غيابات الكثيره جدا الحقيقه المؤثره، يعني غيابات مؤثره جدا مهما كان طبعا، لكن لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه المرحله وعارفه اهميه المباريات القادمه، 48 ساعه ثم مباراه، 48 ساعه ثم مباراه، امر موجج جدا لعيبه النادي الاهلي ودليل على الغيابات الكثيره. ويمكن كمان النهارده يمكن التدريب كان 60 دقيقه فقط لغير منهم 35 دقيقه ريكفري لكل لعيبه النادي الاهلي اللي شاركت في المباراه، والجزء طبعا اللي ما شاركش في المباراه خد تدريب خفيف بتقسيمه مصغره، الكل خايف طبعا الجهاز الفني خايف من حاله الاجهاد الكبير جدا، اللعيب اللي ما بيشتكيش من اصابه بيشتكي من اجهاد عام، فامر صعب جدا الحقيقه على لعيبه النادي الاهلي، لكن هو ده القدر وهي دي الظروف وهو ده المتاح للعيبه النادي الاهلي، لابد ان احنا نتعامل مع هذا الامر بكل جديه، ويمكن الجهاز بيتعامل بكل جديه وبكل قوه طبعا مع المباريات، وتحديدا بقى مباراه سموحه القادمه اللي باذن الله ان شاء الله زي ما شفنا الاداء وشفنا الروح الكبيره جدا اللي مع فريق النادي الاهلي نشوفها ان شاء الله على استاد الاسكندريه في تمام التاسعه ونصف. مباراه الدوري العام بتختلف بشكل كبير عن بطوله الكاس، بطوله الكاس بيكون مباراه النوك اوت، لكن مباراه
الدوري العام بتحتاج طبعا توزيع المجهود بشكل كبير جدا على مدار ال 90 دقيقه، فده الدور الكبير الحقيقه اللي بيقوم بيه الجهاز الفني بقياده الكابتن سامي قمصان اللي بنوجه له اكتر من مره كل التحيه على ادارته الفنيه الممتازه وعلى كريم جمعه شامل للعيبه بشكل كبير على جدا. على الاستعدادات يمكن احنا شايفين قدامنا لقطات من تدريبه الاهلي، عايز اتكلم معاك على المشاركين في تمرينه النهارده بعد غياب. انا شفت الحقيقه يمكن ظهر في الكادر كده عبد المنعم بيتمرن مع الفرقه، شفت كمان حمدي فتحي، فتقول لنا كده مين اللي تمرينه النهارده شهدت عودته بعد غياب الفتره الاخيره. يعني طبعا يمكن الاسماء اللي انت ذكرتها ان شاء الله باذن الله منعم وحمدي فتحي وعلي لطفي وحسين الشحات ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين في قائمه مباراه سموحه وجاهزين الحمد لله، طمنا عليهم النهارده في التدريبات الجماعيه وفي التقسيم المصغره اللي انا ذكرتها زميلي احمد. يعني شفنا السبرنتات والجري والشوتنج والحاجات البسيطه دي اللي طمنا بشكل كبير جدا على لعيبه. ايمن اشرف كمان الحقيقه ادى اداء مميز جدا النهارده في التدريب مع اللعيبه طبعا اللي ما شاركتش في المباراه، فيمكن هنستعيد عدد كبير من اللعيبه، يعني 4 أو 5 لعيبه يكونوا متواجدين معانا في القائمه او يمكن على دكه قلبه دلاء. اضيف كمان زميلي احمد على هؤلاء اللاعبين وهو علي معلول. علي معلول كان جاهز الحقيقه من المباراه الماضيه لكن في تأني كبير جدا وفي حرص كبير من الجهاز الطبي، الجهاز الطبي طبعا رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد ابو عبله. علي معلول ان شاء الله يكون متواجد في القائمه، فيمكن الحمد لله عندنا عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي هيعود، لكن مستمرين بقى كل اللعيبه في الاصابات مستمره طبعا في ادائها الخاص طبعا والبرنامج الموضوع لهم، لكن الامور الحمد لله طيبه جدا في تدريب فريق النادي الاهلي، وبنعمل ان شاء الله الجديه والحماس الكبير اللي احنا شفناه يستمر في مباراه سموحه لاسعاد جمهور النادي الاهلي، نتيجه واداء ان شاء الله يكون من نصيب النادي. صحيح، ودي حاجه احنا نراهن عليها، يعني بيتهيألي انه الحاله المعنويه في اوضه اللبس ان عند النادي الاهلي النهارده في اعلى مستوياتها. النتائج اللي حققها الفريق مع كابتن سامي قمصان كلها نتائج ايجابيه، كلها ماتشات صعبه، كلها فيها ظروف صعبه واجهها النادي الاهلي، فبالتالي ده مدينا او مجدد فكره الدوافع انك انت تحافظ على المشوار الناجح مع كابتن سامي، واعتقد ده شفناه بشكل كبير جدا في ماتش امبارح. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد، وبيتهيألي يمكن كل اسم مش كل يعني يمكن كريم قال لنا حمدي اتمرن، عبد المنعم اتمرن، معلول ان شاء الله يكون جاهز، الشحات ان شاء الله يكون جاهز، علي لطفي شارك في التمرين النهارده. بيتهيألي انه الاسم لو اسم واحد حتى دخل جديد على الفرقه، انا بيتهيألي ده بيدي نفس كبير للجهاز الفني وللعيبه. في لعيبه كتير جدا يعني ممكن تبقى سليمه وجاهزه للمشاركه بس مجهده، الجهاز الفني ممكن يبقى بيفكر يريح، ممكن يبقى بيفكر مثلا يدي لعيب حد زي السولية مثلا ياخد 45 دقيقه بدل ما يلعب 90 دقيقه كامله، حد زي ديانج لسه راجع وشفنا امبارح طبعا مش فورم ديانج بس الحقيقه قام برده بدور ومجهود كبير جدا والعوده بعد فتره طويله، فبالتالي الاسماء دي تدي للفريق نفس كبير ان شاء الله باذن الله، وبالتدريج كده ان شاء الله يعني كان الله في عون الجهاز الطبي في النادي الاهلي يرجع لنا ان شاء الله لاعبتنا في الفتره اللي جايه، واعتقد بعد ما نعدي سموحه وبتروجيت ان شاء الله باذن الله يعني يتوالى عودة النجوم مرة تانية في قائمة النادي الأهلي. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل مفاجأة في السادسة النهاردة، حوار خاص وحوار حصري جدا بنفرد بيه مع واحد من أهم الأسماء في عالم التدريب في ألمانيا وفي العالم كله، هيكون ضيفنا في السادسة بعد الفاصل. لما تتكلم على الكرة الألمانية ينبغي أنك أنت تنحني احتراما الحقيقة لكرة متفوقة ومتقدمة على مستوى العالم، سواء كنت بتكلم على مستوى المنتخبات او حتى على مستوى الانديه، ولما تتكلم على الكره الالمانيه لابد انك انت تتكلم على طبعا الكبير بايرن ميونخ، واحد من اقوى الانديه الحقيقه، هو بالتاكيد الكبير في البطولات الالمانيه بحكم التاريخ وبحكم الارصده وبحكم كمان ان هو يمكن يكون الفريق الوحيد اللي موجود على الساحه في المانيا يقدر ينافس ويحقق القاب أوروبية. إذا كنا بنتكلم على الشامبيونز ليج، واحد من أساطير الحقيقة اللي تولى التدريب مش بس بايرن ميونخ لكن كمان بروسيا دورتموند، وهو نادي كبير ونادي منافس دايما في السنوات الأخيرة في البونز ليجا. طبعا أوتمر هيتسفيلد طبعا واحد من أهم الأسماء اللي تولت تدريب بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وحقق عدد كبير جدا من الألقاب في الفترة اللي تولى فيها المسؤولية، هو ضيفنا النهاردة اللي بننفرد بلقائه من خلال الفيديو كونفرنس، هيكون ضيفنا في السادسة. بداية شرف كبير لينا ظهورك معنا على شاشة الأهلي وأهلا بك في السادسة. شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا بوجودي معكم، ونعم نحن هنا في ألمانيا نتابع الكرة أيضا في صعيد العالم كله في مصر بكل تأكيد.
ملفات كتيرة أحب أخذ رأيك فيها، ملفات متعلقة طبعا ببايرن ميونشن، ملفات متعلقة بالبونزليجا، وملفات أخيرا مرتبطة بالمنتخب الألماني. والبداية خليني أبدأ معك مع بايرن ميونخ. الصفقات أسماء كتيرة جدا طرحت في الفترة الأخيرة سواء بالقدوم أو بالرحيل عن الأليانز أرينا. والبداية خليني أسألك على صفقة ساديو ماني، الصفقة اللي تم الإعلان عنها مؤخرا، إزاي بتشوفها وإزاي بتشوف الإضافة اللي ممكن يقدمها ساديو ماني بعد مشوار ناجح مع ليفربول لفريق بايرن ميونخ؟ نعم، ساديو ماني هو توب ترانسفير، هو انتقال رائع وقوي جدا للبايرن ميونخ، بايرن ميونشن وللبوندسليغا بشكل عام، فهو قوة وإضافة قوية، سوف يقوي النادي بكل تأكيد، وأعتقد أنه لاعب مرن ولديه مرونة تكتيكية، وسوف يساهم بكل تأكيد في تحقيق نجاحات للفريق لبايرن ميونخ بكل تأكيد. هل تعتقد أنه وجود ساديو ماني هي مقدمة لرحيل روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق، اللي أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل من البايرن، وحدد بالفعل وجهته أو رغبته في أنه ينتقل لنادي برشلونة؟ احتمل، لست متأكد أن روبرت ليفاندوفسكي سيغادر بايرن ميونخ. أنا أعتقد عليه أن يظل هذا العام، فهو لديه عقد مع بايرن ميونخ، ونحن نعلم أن المفاوضات مع السبورت دايركتور المدير الرياضي حسن صالح هاميديتش، فهناك كلام كثير حول هذا الانتقال مع بسبب روبرت ليفاندوفسكي. ولكن ساديو ماني بكل تأكيد من الناحية الفنية سيكون بديل واختيار رائع وقوي جدا في حالة رحيل روبرت ليفاندوفسكي. بعض التقارير وبعض التصريحات اللي ارتبطت بخورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو ربطت بين اسم رونالدو CR7 وانتقاله لبايرن ميونخ، وبعض التصريحات اللي خرجت ايضا من بعض المسؤولين في بايرن قالت انه الصفقه دي لن تتم لاسباب عده. هل شايف انه رونالدو من الممكن ان يتواجد في أليانز ارينا، وهل ممكن انه يمثل اضافه لفريق بايرن ميونخ ودعمه في سبيل الحصول على مش البوندسليغا؟ انا عارف البوندسليغا يمكن بالنسبه لبايرن ميونخ مش هدف كبير قوي، لكن الرغبه الاساسيه والهدف الاكبر هو الحصول على لقب الشامبيونز ليج. بكل تأكيد كريستيانو رونالدو هو لاعب رائع وقوي جدا. أنا لا أعتقد أن كريستيانو رونالدو سوف يأتي إلى البوندسليغا أو سوف يأتي لبايرن ميونخ، فهو لا يتوافق مع فلسفة الفريق، فريق البافاري بايرن ميونشن. الفريق بايرن ميونشن كما نعلم لديه فلسفة وسياسة تعاقدات معينة، فهو لا يناسب معها أو لا يتناسب معها. إذا اتكلمت على منافسة على لقب بحجم الشامبيونز ليج، وأنت طبعا كان ليك عدد كبير جدا من الإنجازات والبطولات اللي حققتها مع بايرن ميونخ، لو بصيت على الأقل للموسمين الأخيرين، الموسم ما قبل الأخير اللي توج باللقب فريق تشيلسي وقد جاء من بعيد، ما كانش حد متوقع الحقيقة أنه تشيلسي عنده القدرة على تحقيق اللقب، لكن قيادة توماس توخيل لتشيلسي قدرت تحقق الفوز بلقب أو تحقيق لقب شامبيونز ليج. السنة اللي فاتت كمان تكرر نفس السيناريو ولكن مع فريق آخر وهو فريق ريال مدريد، برضو جاء من بعيد وتخطى عدد كبير جدا من المنافسين، منهم تشيلسي نفسه حامل اللقب، منهم بي اس جي واحد من أقوى الفرق اللي كانت مرشحة لتحقيق اللقب، منهم كمان مانشستر سيتي، ووصولا طبعا لقدرته على تجاوز ليفربول في النهاية. من وجهة نظرك إيه اللي يمنع أو إيه اللي ينقص فريق بايرن ميونخ في سبيل تحقيق لقب الشامبيونز ليج؟ دعني أذكر في البداية أن بايرن ميونخ قدم موسم رائع، وطبعا طبعا كما نعلم في البداية كان يواجه بعض الصعوبات، وخرج من كأس ألمانيا في الموسم الماضي، وظل يعاني بعض الوقت بعض النتائج في بداية الموسم، ولكنه رجع بقوة لأنه فريق بطولات وحقق الدوري الألماني الأخير في الموسم الأخير أيضا.
هو فريق ايضا قوي. انا اؤمن ببايرن ميونخ واعتقد انه منافس قوي في كل البطولات وبطولات اوروبا وبالاخص الشامبيونز ليج. هو فريق لديه امكانيات ولاعبين رائعين على قدر المسؤوليه ويفهمون ما مدى اهميه البطولات وخصوصا الشامبيونز ليج بكل تاكيد. هل في مراكز بعينها او في صفقات بترى انه على بايرن ميونخ انه يحسمها عشان يستعد للموسم القادم؟ انا اعتقد ان بايرن ميونخ في البحث عن مراكز معينه في هذا الوقت. نعم قام ببيع بعض اللاعبين. انا لا اعتقد ولا اتصور ان بايرن ميونخ في حاجه كبيره لتدعيم بعض الصفوف. على سبيل المثال تم الترانسفير الانتقال لمازراوي من اياكس وهناك بعض الانتقالات فهي تدعيم قوي لصفوف الفريق. فعندما يغادر روبرت ليفاندوسكي عندنا البديل. قامت بايرن ميونخ واداره بايرن ميونخ مع المدير الرياضي طبعا بدعم الفريق على سبيل المثال بساديو ماني وقد يكون ايضا بديل في حاله رحيل ساني بكل تاكيد. طيب الكلام عن رحيل روبرت ليفاندوفسكي مش هقدر ابعده عن رحيل واحد من اهم اللاعبين في الدوري الالماني في الفتره الاخيره ولاعب طبعا في بروسيا دورتموند اللي انت توليت مسؤوليه تدريبه ايرلينج هالاند. في كتير من الناس بترى انه رحيل ليفاندوفسكي وعن البايرن وايرلينج هالاند عن بروسيا دورتموند من الممكن انه يفقد البوندز ليجا 2 من اهم وابرز نجومها ومن الممكن يؤثر سلبا على شعبيه البطوله نفسها بعيدا عن الفرقتين. نعم ولكن من وجهه نظري قد يؤثر بشكل سلبي نعم على البوندسليغا وقوه البوندسليغا طبعا ولكن ليس لوقت طويل من وجهه نظري. اعتقد ان الانديه تعمل على تدعيم وتقويه الفرق وصفوفها بلاعبين رائعين ايضا وراينا ذلك على سبيل المثال مانيوا وياتي ايضا لاعبون اخرون للبوندسليغا فهذا قد يكون قوه ايضا في المستقبل للبوندسليغا. رؤيتك كواحد من اهم المدربين الالمان على فكره مستوى او قوه المنافسه في البوندسليغا. الحقيقه يمكن سيطره البايرن وهيمنه البايرن في السنوات الاخيره ولسنين طويله ومواسم متتاليه يمكن اضعفت بشكل كبير جدا من 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 متعه متابعه البوندسليغا. والسؤال هنا في كتير من الانديه اللي عندها كتير من الامكانيات زي وكانت بالفعل في فتره من الفترات بتنافس زي باير ليفركوزن زي بروسيا دورتموند زي مونشن جلادباخ. لماذا ابتعدت او لماذا ضعف مستوى المنافسه في البوندسليغا؟ نعم أنا أعتقد أن بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند لديهم بعض الإمكانيات المالية مقارنة بالأندية الأخرى في تدعيم صفوفهم بلاعبين سوبر يؤدون بشكل رائع وينافسون على البطولات ويساعدون في تحقيق نتائج رائعة وهذا سبب مهم جدا هو تدعيم الفريق من الناحية المالية أو المادية ومن ناحية الماركتينج أو التسويق. يستطيعون بتسويق لاعبين أو العمل على بيع لاعبين وكسب الأموال فهذه هي فلسفة هذه هو طريقة أو طرق من طرق التسويق بكل تأكيد ويعمل بروسيا دورتموند عليها بشكل رائع. رغم يمكن أنه يعني في الفترة أو في السنوات والمواسم الأخيرة باستثناء فرانكفورت طبعا اللي ابارك لك على تتويجه بلقب اليوروبا ليج السنه دي رغم الابتعاد نوعا ما الانديه الالمانيه عن المنافسه الا انه الحقيقه المانيا دايما بتملك منتخب قوي ومنتخب قادر على المنافسه ولديها عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين في اهم الانديه الاوروبيه. ازاي بتشوف فرصه المنتخب الالماني في التتويج ببطوله كاس العالم وتقييمك سريعا لمستوى منتخب المانيا في بطوله دوري الامم الاوروبيه؟ يا
نعم فرانكفورت يعني فاجأنا كلنا هنا في ألمانيا. هو فريق فعلا قوي. نحن بكل أمانة لم يكن هناك أي حسابات لدينا كخبراء للكرة الألمانية أو أندية أو الشعب الألماني بأن فرانكفورت سوف يحقق هذا الإنجاز. يوغن يورف هذا مدرب رائع، وطبعا استطاع أن يقود الفريق بشكل قوي جدا. بالنسبة لهانز فليك وبالنسبة للمنتخب الألماني، أنا أعتقد هانز فليك سوف يقدم أيضا مردود قوي مع المانشافت الألماني، وهذا ينعكس بكل تأكيد على قوة الفريق وقوة المنتخب الألماني. أنا أعتقد أن هناك عندنا في البوندسليغا في 3-4 فرق هم الأقوياء، ويساهم لاعبين بكل تأكيد مع المنتخب بشكل رائع. طيب من يأخذ رأيك في تجربة اللاعبين في الفرق الألمانية؟ يعني لدى العديد من اللاعبين المصريين تجارب مع عدد كبير من الأندية الألمانية، يمكن أنت واجهت بعضهم وشفتهم في الملعب، يمكن تابعت بالتأكيد طبعا لاعب زي محمد زيدان، لاعب زي هاني رمزي وغيرهم من سمير كمونة وغيرهم من الأسماء. رأيك في المستويات اللي تقدمت، مين من اللاعبين دول لفت نظرك، وإيه النصيحة اللي توجهها للاعبين المصريين اللي ممكن يكون عندهم فرصة للاحتراف في الأندية الألمانية؟ أنا أنصح كل لاعب أن يؤمن بنفسه ويؤمن بقدراته وبقوته لكي يظهر ذلك وينعكس هذا على أدائه في الملعب. عندما يلعب بشكل رائع ويركز في المباريات ويركز في ظهور أو إظهار قدراته الفنية، فهذا بكل تأكيد دعم كبير لكل لاعب لتحقيق نتائج رائعة، ويكون لديه فرص في الاحتراف على سبيل المثال لدينا هنا في البوندسليغا عند أندية كبيرة بكل تأكيد، وهذا أمر مهم جدا. يعني من المعلومات اللي عرفتها أنه بدايتك في الكرة كانت في فريق بازل، وهو بالمناسبة نفس الفريق اللي بدأ فيه نجم المصري محمد صلاح مشواره الاحترافي. إزاي بتشوف مشوار محمد صلاح، المكانة اللي وصلت ليها، فرصته في تحقيق الأفضل على مستوى العالم، وهل بتشوف أنه من وجهة نظرك الأفضل أنه يستمر مع ليفربول ولا ممكن يبحث عن تجربة جديدة؟ هذا يتعلق بالمدرب، لابد أن الحديث هنا يتم من خلال المدرب. ماذا يقول المدرب بشكل عام عن اللاعب، عن احتياجاته من هذا اللاعب؟ نعم المدرب لديه رأي قوي، يتحدث مع البريزيدنت مع الرئيس، ويقومون بعملية أولا التفاوض ويشرح احتياجاته. مو صلاح طبعا لاعب رائع، لاعب عظيم بكل تأكيد. من بين الأسماء اللي يمكن بعد تغيير طبعا الجهاز الفني المنتخب مصر، من ضمن الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية باولو سوزا، وأنا أعتقد أنك أنت توليت تدريبه لفترة من الفترات في الوقت اللي تواجد فيه أعتقد في بروسيا دورتموند، رأيك فيه و يعني تقييمك لمشواره كمدير فني؟ طيب السؤال على باولو سوزا، واحد من الاسماء المطروحه لتولي مسؤوليه المدير الفني لمنتخب مصر، وانا اعتقد انه كان في تجربه جامعتك بيه، دربته في الفتره اللي كنت بتتولى فيها مسؤوليه بروسيا دورتموند، واعتقد حققت معاه او هو حقق لقب دوري الابطال. ازاي بتشوف مشواره وممكن يكون ايه الاضافه اللي يقدمها للمنتخب المصري؟ هو فعلا مدرب رائع وقدم أداء رائع. أنا أعتقد هو أيضا رائع ومحترف ولديه عقلية قوية جدا، ورأينا ذلك كيف يطبق أفكاره مع الفريق وتطوير الفريق، فهو
ممتاز جدا واختيار رائع جدا ان اتى اليكم بكل تاكيد. بالنسبه للمديرين الفنيين الالمان اللي يمكن في السنوات الاخيره تخطوا حدود الدوله او يعني الدوري الالماني وقدموا الحقيقه تجارب كانت ملهمه جدا ناجحه جدا مع فرق غير المانيه زي طبعا او ابرزهم توماس توخيل مع تشيلسي ويورجن كلوب مع ليفربول. بتشوف يعني ايه التجربه الملهمه بالنسبه لك ومن وجهه نظرك شايف انها تجربه ناجحه جدا ومين هم عموما افضل المدربين الالمان من وجهه نظر اوتمر هيتسفيلد؟ بكل تأكيد نعم لدينا مدربين رائعين يقودون العالم في هذا الوقت، لديهم العقلية الألمانية والالتزام ويعملون دائما طبقا لخطة موضوعة، دائما يظلون هادئين ويعملون على تحليل المشاكل والأداء والبرفورمانس من وقت لآخر، وهذا يساعد بكل تأكيد، وهذه هي العقلية الألمانية، وهذا يساعد. وأيضا يستطيعون العمل مع مساعدين لهم باختيارات موفقة، دائما يقدمون كل الدعم لهم، يعملون دائما في تيم، وهذا سر نجاحهم. دائما المنتخب الألماني كان بيقدم لنا يعني مجموعة طبعا من أفضل اللاعبين، لكن الأسماء اللي هقولها دي كانت علامات تاريخية في مشوار المنتخب الألماني، بداية من فرانز بيكنباور مرورا بكارل هانز رومينيجي وصولا للوثر ماتياس، والقائمة تطول. مين من وجهة نظرك بيعتبر حاليا امتداد للأسماء دي أو للقائمة دي؟ أنا أعتقد كل مدرب أيضا رائع يستطيع بإظهار لاعبين رائعين في أندية. أنا أعتقد أنا شخصيا أرى أن هناك بعض التقدير الكبير يرجع لقوة المدربين، لأن المدربين يلعبون دورا هاما جدا في إظهار مثل هذه النجوم. لكن في الملعب في التسعين دقيقة مين الاسم اللي تعتبره وتراهن عليه في نسخة كأس العالم 2022 يقود منتخب ألمانيا في محاولة لتحقيق اللقب؟ بما يخص اللاعبين هناك لاعبون يظهرون بشكل رائع ويقدمون أداء رائع. لا أستطيع أن القول أو ذكر أسماء معينة، ولكن الكل يظهر بشكل رائع. أوتمر هيتسفيلد بشكرك شكرا جزيلا، كان شرف ليا مقابلتك على شاشة الأهلي، بشكرك على مشاركتك معنا وكل التوفيق للكرة الألمانية، تبقى الحقيقة واحدة من المدارس المحترمة جدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نفتح صفحة الأهلي مرة تانية، بداية وانطلاقا من مباراة امبارح أمام بيراميدز وصولا إن شاء الله لمباراة سموحة يوم الأربعاء اللي جاي. ضيفنا ونجمنا النهاردة كابتن أحمد عادل هيشرفنا في السادسة بعد الفاصل. صحيح كنا مجهدين، مجهدين، كان في كتير غايبين، كان في كتير غايبين، وكان في أكتر مصابين، كان في أكتر مصابين، لكن في النهاية طول ما الروح اللي احنا بنشوفها في الملعب، طول ما ال 90 دقيقة بيظهر فيها رجالتنا معدنهم ونسر الجزيرة فيها معلق فوق كده عالي، طول ما احنا مطمنين. وده الحقيقة التجربة اللي شفناها امبارح قدام بيراميدز واللي أثلجت صدور كل الأهلاوية في مباراة، عشان أتكلم بمنتهى الصراحة كنا شايلين همها جدا من قبل ما تبتدي. خليني أبدأ كلامي عن ماتش امبارح قبل ما أروح للي جاي، واللي جاي عندنا صعب مش سهل، سموحة في اسكندرية وبتروجيت في مباراة كؤوس، والكاس دايما عودنا انه ملهوش امان. خليني ارحب بضيفي ونجمي النهارده في السادسه كابتن احمد عادل بيشرفنا، وبالمناسبه اهلا بيك يا ابو حميد منور الدنيا حبيبي، ربنا يخليك. واحنا حاطين لك سؤال على السوشيال ميديا كده، اي حد من جمهور نادي الاهلي حابب يوجه اي سؤال ليه علاقه باللي فات او ليه علاقه باللي جاي يسال كابتن احمد عادل. طبعا ده سؤالنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، نحاول ناخد جزء كده نعرض فيه جزء من اسئلتكم مع كابتن احمد. مبروك حبيب. يا ابو حميد تاهل للدور قبل النهائي، واحد من المكاسب المهمه جدا، لكن المبروك اكتر الحقيقه الكيرف، يعني في ناس كتير جدا شايفه انه رغم انه مرحله ما بعد مستر موسيماني كانت مرحله فيها ظروف كتير صعبه، لكن كيرف الاهلي الى حد كبير جدا الحمد لله رغم الظروف دي
بيتهيألي في الطالع، ودي المبروك نمره واحد قبل حتى فكره مكسب بيراميدز والتاهل للدور قبل النهائي في الكاس. يمكن الحمد لله زي ما حضرتك قلت كلنا يعني كاهلاويه ومحبين النادي الاهلي مطمنين اللعيبه بتلعب بشخصيه الاهلي، طموح النادي الاهلي، هدف النادي الاهلي، اي مكان مين اللي بيلعب كل اللعيبه بتقدم نفس الصوره وبنفس الاداء وبنفس الشكل، الروح العاليه في المباريات، وده ظهر طبعا في مباراه كبيره زي مباراه بيراميدز. لكن انا بشوف ان المباراه بتاعت امبارح فيها مكاسب كتير، طبعا اولهم المكسب الكبير انا بشوف على تولي القياده الفنيه للكابتن سامي قمصان، وهو مش هياخد الثقه دي او مش هياخد الطموح والحافز دوت الا من خلال مجلس الاداره. أيه. ياخد ثقه كبيره من مجلس الاداره، وفعلا كان عند حسن الظن في المنعطفات الخطره زي ما بيقول. اكيد يعني لما تتكلم على مباراه اهلي والزمالك، لما تتكلم على ماتش اهلي وبيراميدز، حتى لما تتكلم على ماتش الاهلي والمحله، كلها بالنسبه لاي مدير فني انت بتتكلم مع الفرق، يعني ماتشات ليها طبيعه خاصه وليها وزن تاني مختلف شويه نسبيا عن كل الماتشات التانيه. اكيد لو بنتكلم في باكج للكابتن سامي وتولي القياده الفنيه للفريق او على راسها، بتتكلم من 5 مباريات كسبان 4 ومتعادل مباراه طبعا مع نادي الزمالك. حتى ماتش ايستن كامباني كان محروم من اللعيبه الدوليه طبعا. يعني كان في لعيبه دوليه موجوده وما شاركتش في المباراه، فبالتالي برده بيتهيألي ماتش يعني كلها اختبارات بصراحه. طبعا في انا زي ما بقول لحضرتك في مكاسب كبيره جدا، ويمكن دي ما كانتش موجوده ايام مستر موسيماني. يعني لما طلعت اتكلمت مع حضرتك قبل كده قلت من ضمن التعليقات على مستر موسيماني ان هو بيعتمد على 14 او 15 لعيب بس، ودول مش هيقدروا يستحملوا ان هو يقدوا معاك طول الموسم، لان النادي الاهلي بيلعب حوالي في 6 بطولات او 7 بطولات على مدار الموسم، فمش هيقدروا يستحملوا. لكن الحاجه الايجابيه اللي شفناها مع كابتن سامي ان هو بدا يدفع بلعيبه صغيره، بدا يدفع بلعيبه مش بتلعب، طبعا على راسهم محمود وحيد في الجبهه اليسرى بعد غياب علي معلول في ناحيه الفيرود، برده حط حسام حسن وقدر ان هو يحرز هدف اللي ببارك له طبعا، بقول له يعني عود حميده صبر كتير ونال في الاخر. ده تكليله لمجهوده كحسام حسن مع لعيبه صغيره زي زياد طارق، مع لعيبه صغيره زي كوكا. وكوكا هنا بيسهل على المدير الفني، حته المرونه التكتيكيه. كان نجم امبارح كوكا طبعا. كان نجم، ولما بتقدر تستغل من اللعيب ده انت بتسهل على المدير الفني ان انت بتحركه من مركز لمركز، سواء كان بيلعب ديفندر في نص الملعب، والشوط الثاني لما حصل اصابه لمحمود وحيد رجع كباك ليفت، هنا انت بتسهل على المدير الفني. ففعلا اللعيبه بتلعب. عجبني في تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ بمناسبه كلامك على كوكا، الحقيقه يعني حابب امبارح كنت بقول كان معايا كابتن احمد فوزي وكنا بنتكلم على قائمه المباراه واختيارات زياد طارق ومحمد اشرف واحمد نبيل كوكا، كنت بقول له انه انت يعني قلت له كده على الهواء قبل المباراه، يعني الناس لسه بتقول على اللعيبه دي ناشئين، اللعيبه دي كبيره 21 سنه و22 سنه، النهارده بنشوف صفقات في اوروبا اللعيبه عندها 20 سنه 21 سنه زي ايرلينج هالاند، صفقه مكسره الدنيا. ففكره ال 21 22 ده خرج خلاص من حته الناشئين. كابتن سعد عبد الحفيظ بعد الماتش بيقول كده، يعني حتى في رسالته للعيبه دي نفسها قال لهم يا جماعه ما حدش يقول كلمه ناشئين، دي لعيبه كبيره ودخلت خلاص فيرست تيم، ما بقوش ناشئين خلاص. وبيتهيألي الولاد كمان مردود ادائهم في الملعب يعني بيقول ان هم لعيبه بوتنشال تقدر تعتمد عليهم زيهم زي لعيبه الفيرست تيم اللي مكملين من مواسم فاتت. يعني هنا طبعا ده بيرجع لشخصيه اللاعب، شخصيه اللاعب اللي بيوصلها للمدير الفني، لا انا عندي ثقه العب بادي بنفس الاداء. لكن اللي عايز اوجه لهم برضو اللعيبه، مش عايزين نقول صغيره، لكن اللعيبه الشابه مهم جدا ان انت تفضل مستمر على نفس المستوى، لان انت بتلعب في نادي كبير عندك مسؤوليه كبيره تجاه ناديك، وجالك فرصه تتعامل طبق من ده. لسه بقول لحضرتك انت بتتعامل معامله اللعيب الكبير، وخصوصا انت شوف انت بتلعب مكان مين. يعني انت مثلا بيلعب زياد طارق مكان حسين الشحات، بيلعب مكان طاهر محمد طاهر. لكن مهم جدا يبقى عندك المسؤوليه دي، مهم جدا يبقى عندك الثقه والشخصيه، زي ما شفنا عبد القادر دخل بصوره كويسه اول ما رجع للنادي الاهلي من الاعاره من سموحه، قدر ان هو يحجز مكانه. ده كل ده بيصب في مصلحه الفرقه، وده النتاج اللي المفروض نشوفه. انا زي ما بتكلم دايما على اي قوام داخل النادي الاهلي او اي حد داخل قائمه النادي الاهلي، هو جدير ان هو يلعب، جدير ان هو ياخد مكان، ودي السمه اللي اكيد اللي بتبقى ايجابيه داخل النادي الاهلي. طب وشك حلو يا ابو حميد، يعني واحنا على الهوا دلوقتي مصر كانت بتلعب ايطاليا في بطوله البحر المتوسط هاندبول، ومنتخب مصر فاز بنتيجه 38-34، كل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله في البطوله. وبالمناسبه النهارده يوم حلو على البعثه المصريه، لانه النهارده الكاراتيه جاب لنا ميداليتين ذهب، الاولى اللي انا تابعتها يعني كانت فريال اشرف بطله مصر الاولمبيه اللي جابت اولمبياد طوكيو، حققت ميداليه ذهبيه النهارده في بطوله الكاراتيه اعتقد وزن فوق ال 54، واعتقد كمان الكاراتيه النهارده جابت ميداليه ذهب ثانيه. ولو يعني زملاء في الكنترول يقولوا لي مين اللي احرز الميداليه، مبروك لمصر في جميع الاحوال. اعتقد كان رصيدنا
2 فضه و3 برونز، زاد عليهم 2 ذهب النهارده، ولسه ان شاء الله المشوار طويل. مبروك يعني. حاجه ايجابيه طبعا لحضرتك ان الاخبار دي بتطلع للناس، يمكن ممكن الناس كلها مركزه في كره القدم. أيوة. لكن اللي عايز ابارك له برده علي زين مع برشلونه. طبعا طبعا. يوسف بدوي اللي جاب الذهب الثانيه، يوسف بدوي في كاراتيه برده. الف مبروك يوسف، الف مبروك في ريال، والف مبروك طبعا الشعب المصري كله. انجازات طبعا للكره المصريه وانجازات للرياضه المصريه بشكل عام، زي ما قلت لحضرتك على علي زين واخد بيلعب في برشلونه وياخد يعني تشامبيونز ليج، وياخد تشامبيونز ليج اوروبا، يعني لا يقل عن نجوميه محمد صلاح. صح صح. فلازم نسلط الضوء زي ما حضرتك والقناه والبرنامج بيسلط الضوء على الحاجات دي، فدي حاجه ايجابيه اكيد يعني. هو السؤال هنا الحقيقه اللي يجي على البال دلوقتي، يعني كم ماتش في الهاندبول يبقى مصر في مواجهه ايطاليا تبقى عندك احتمال انت كمشجع انه مصر ممكن تكسب عادي جدا ايطاليا، مفيش مشكله في ده. طبعا. لكن لما تيجي تطبق ده على كره القدم لا، الموضوع صعب. الموضوع صعب شويه. بس هو السؤال هنا بجد لازم الناس تسال، ما دام المصري يقدر، يعني هو المصري ده مش ابتدى في انديه مصريه طبعا، ولعب في مسابقات محليه مصريه و و و و و وتكون وتغذى وتربى في ارض مصريه، طب ما هو قادر يحقق الانجاز اهو في رياضات تانية، ليه في كره القدم اللي هي الرياضه الشعبيه اللي مصدر فرحه المصريين مش قادرين نعمل ده؟ هو ده السؤال يعني. هنقولها التخطيط. التخطيط ونحط تحتها مليون خط. مهم جدا ان انت تخطط للكره المصريه. أي. مهم جدا ان اي مسؤول قاعد على كرسي مهم جدا ان يفكر في مصلحه الكره المصريه قبل ما يفكر في المصلحه الشخصيه، لكن موضوع ممكن يبقى ماشي بالعكس شويه، لكن مهم جدا مصلحه الكره المصريه في التخطيط سواء مع الانديه وتسليط الرقابه على الانديه لان هي الداعمه لمنتخب مصر. فده اللي انا بتمناه. ممكن مش عايزين نوصل كاس عالم او مش عايزين ناخد دوري او كاس امم افريقيا، لكن عايزين نخطط ان احنا بعد كده لا، كل سنه لازم ناخد كاس الامم، كل سنه لازم نوصل كل دوره كاس عالم لازم نوصل كاس عالم. عايزين نخطط ان يبقى عندنا منتخب قوي. ده يعني مهم جدا. مفيش منتخب في الدنيا مهما كانت قوته يضمن دايما ان يفوز بالبطولات، لا البرازيل بتعمل ده ولا الارجنتين ولا المانيا ولا فرنسا، لكن في النهايه الفرق دي بقى عندها منتخبات قويه دايما مرشحه ودايما قادره تنافس على كل الالقاب، وده المطلوب في الكره المصريه. لكن انك انت تقعد 12 سنه بتعاني باستمرار تغير اجهزه فنيه وتجيب مره وطني وتجيب مره اجنبي وتجيب مره لاتيني وتجيب مره اوروبي ومفيش حاجه بتتغير، هو ده الحقيقه اللي كان يعني مضايق الناس هنا، عشان ما فيش برنامج انت كمسؤول ماشي عليه، او ان انت انا حاطط برنامج 4 سنين فتره دورتي لما همسك كمسؤول انا هعمل ايه، هخطط ازاي، ولازم البرنامج ده بيطلع للناس ان احنا ماشيين في 1 2 3. أيوة. وده خطتنا وده هدفنا، لكن البرنامج او التخطيط مش واضح للناس، ومش فيش حد اراء متضاربه في قرارات في تعيين مديرين فنيين سواء للمنتخب او رحيل مديرين فنيين. لكن هنا هرجع لحضرتك بالذاكره لورا، احنا كنا منتخب قوي لما كان الدوري المصري قوي، كان في بطوله منتظمه، لما كان في لعيبه كبيره، لما كان عندك حوالي 8 او 9 انديه في منافسه على بطوله الدوري. لكن زي ما حضرتك قلت بقى لنا 12 سنه بعيد كل البعد، عشان كده هتلاقي المنتخب بعيد، يمكن هيبقى في معاناه في حته اللعيبه، وخصوصا انا بشوف ان في لعيبه انت بتقول على لعيب كويس او احسن لعيب في مصر وهو اداؤه 60-70%. فده راجع ان مفيش قاعده لعيبه تقدر تنافس اللعيب دوت. طب اقول لك، ممكن توضح لي الفرق بين السيناريوهين دول؟ الاهلي في السنتين اللي فاتوا في نفس المنظومه دي في نفس المسابقات وفي الموسم المختل ده، مختل بكل على كل مستويات عقليا وبدنيا ونفسيا طبعا. حاجه يعني بجد تجيب احباط اللعيب، ما يساعدكش انت كنادي ان انت تاخد بطوله. لا وانا كلاعب كمان انا لما اقعد 3 مواسم مش عارف اخد بريك، مش عارف استعيد جزء من قدراتي، مش عارف افصل واجدد دوافعي، مش عارف ما بلعبش في بطوله منتظمه، عايز اشبع كوره عشان ارجع تاني جعان كوره. فاهم قصدي؟ يعني مش ممكن، اصل اللعيب في النهايه بشر مش مكنه يعني. فبالتالي مش عارف اعمل ده بقيه 3 مواسم، طبيعي جدا يحصل الدروب ده. لكن رغم كده خليني اقول لك انه مثلا مع الاهلي، وهنا قصه مش قصه اهلي وزمالك واسماعيلي، وقصه قصه كوره. الاهلي لما جه لعب مثلا بالميراس بطل البرازيل في اول نسخه كاس عالم مع مستر موسيماني على الثالث، لعب تاتا تات وعمل جيم كبير جدا، رغم ان في فوارق، خلينا نعترف فوارق في الامكانيات وفوارق في القيمه التسويقيه وفوارق في اللياقه البدنيه طبعا. في كوره في البرازيل وفي امريكا اللاتينيه تختلف تماما عن كوره في مصر وافريقيا، لكن الاهلي كان واقف ند لند وقدر يحقق حاجه. لما الاهلي جه لعب مونتريال المكسيكي برضه في فوارق بيننا وبين الكره المكسيكيه من على كل المستويات، ولعبته في ظروف
كانت استثنائيه. انت رايح تلعب في كاس عالم وانت ناقص نص الفرق، ورغم كده اديت وعملت نتيجه وعملت اداء. طب اذا كان في ده بيحصل على مستوى الانديه هنا، ليه مش قادرين نعمله على مستوى المنتخبات برضو؟ دي قصه ثانيه. هنا راجع لاداره المنظومه داخل النادي. يمكن يعني انا لما كنت بتكلم وخصوصا عشت داخل منظومه النادي الاهلي، هي منظومه احترافيه من اي تو زد، من الالف للياء. منظومه احترافيه بتشتغل على البطوله، بتشتغل على الحوافز، بتشتغل على الاهداف، بتشتغل ان انت ازاي تسطر تاريخ لنفسك بعيدا عن الماديات وبعيدا عن الانتقالات، لكن استقطاب بعض اللعيبه. طيب بيجيب لعيبه. خليني اقف عند الجزئيه دي يا كابتن احمد، معلش بعتذرلك بس لازم اروح فاصل وهرجع اسمع وجهه نظر كابتن احمد عادل كامله. جيم امبارح الحقيقه يمكن يكون فيه يعني مكاسب كتير، مكاسب زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه، الحاله المعنويه للفرقه خصوصا بعد تجاوز مرحله صعبه جدا فقدنا فيها، كنا بنقول عليها نزيف نقاط. الفريق استعاد الكيرف بتاعهم تاني، الروح اللي موجوده في اوضه اللبس بقت واحده من المكاسب. خدوا بالكم الروح دي مهمه جدا في فتره انت بتعاني بيها فيها بكتير من الغيابات. سامي قمصان الحقيقه انه سامي بيتهيألي واحد من اكتر الناس اللي كسبت في المرحله دي. سامي قمصان كان عليه مع مستر موسيماني ممكن ناس كانت بتتكلم كتير، لكن سامي قمصان اعتقد واحد من المكاسب المرحله اللي عديناها بعد مرحله مستر موسيماني. يا كابتن احمد اكيد الكابتن سامي مش عايزين نقول مدرب صغير او مدرب شاب، لا هو مدرب كبير، وخصوصا ده كان قبل كده قبل ما يجي النادي الاهلي كان مع حرس الحدود ومساعد حرس الحدود ومدرب كبير. انا بشوف ان الكابتن سامي حتى مع مستر موسيماني ما كانش واخد راحته، ما كانش واخد راحته حتى في بعض الاراء، لكن لما خد القياده الفنيه بقى ليه الكلمه الاولى والكلمه العليا داخل فريقه، وده ظهر على الفريق. أيوة. في بعض الامور الفنيه من دفع بلعيبه صغيره، دفع لعيبه ما كانتش بتلعب، مع عوده اللعيبه اللي هي راجعه من اصابات، اكيد الشكل هيبقى مكتمل مع كابتن سامي ويقدر يحقق الاهداف بتاعته. لا وبيعجبني فيه انه واقعي، يعني في مدربين واقعيين يعرفوا يتعاملوا مع كل مرحله. انا عارف طبعا انه جمهور الاهلي مستني شكل معين في الاداء، مش مستني كوره معينه. يمكن طبعا كابتن سامي مظلوم لو يتحسب على ده لانه الفتره صعبه جدا، لكن الحقيقه يمكن قرايته لكل الماتشات او كل المواجهات اللي واجهها بدايه من ايسترن كومباني الماتش اتلعب من غير الدوليين عمل اداء رائع، نتيجه رائعه. مباراه القمه قدم فيها شوط اول حقيقه تفوق فيه على فيريرا، وبالمناسبه فيريرا انا بشوف واحد من افضل المديرين الفنيين اللي جم اشتغلوا هنا في مصر. ماتش بيراميدز واحد من الماتشات الثقيله، بتخش مباراه يعني ما تقبلش الاسم على اثنين، ماتش كاس وانت عارف يعني ايه ماتشات الكاس. فبالتالي الحقيقه في كل سيناريو من دول اثبت انه واقعي، عنده قدره على رايه المنافس بشكل كويس، قدرته الحقيقه وتوقيت اختياراته للتبديل بتعمل دايما فارق كبير جدا. هو اكيد الكابتن سامي بيستغل حته انا بلعب باللعيبه او بلعب بطريقه اللعب اللي بتتناسب مع اللعيبه اللي موجوده المتحدة. اكيد هنا بيبان في طريقه اللعب، بيبان حتى في التغييرات بتاعت الكابتن سامي، وده ظهر بشكل اكبر في التغييرتين اللي هو بتاع كريم فؤاد وزياد طارق ناحيه اليمين بعد اصابه محمد هاني. لا بقى في شكل، حتى لو هنرجع للصوره بتاعه تعليماته لزياد ان هو انت في الجبهه اليمنى لازم مهم ان انت تقف على الكوره، فهنا ده لرؤيته لاداره المباراه. الكابتن سامي عنده ملكه ان هو بيقدر يقرا المباراه كويس، بيقدر يقرا الفريق الخصم كويس، نقط ضعف ونقط قوه، ودي قليل قوي لما بتبقى في مدرب مصري حته ان انت بتحط التشكيل المناسب او بتلعب بالطريقه المناسبه، وده ظهر في المباريات، يعني ظهر في نتائجه حتى في المباريات الكبيره ومباريات صغيره ظهرت النتيجه وظهر بطرق اللعب. وهنا التغيير اللي بيعملها كابتن سامي بتقدر تخلي الشكل افضل، ودي بتبقى رؤيه فنيه اكيد، وهو اكيد يعني من احسن المدربين في مصر اللي بيبقى عنده الرؤيه دي اكيد. من الحاجات الحلوه امبارح ان حسينا بانه التيم كله امبارح نجم، يعني مفيش حد حاسس انه قصر او بخل بمجهود او كله طلع احسن ما عنده. ممكن يبقى في ناس لسه شويه عشان ما توصل الفورمه اللي احنا مستنيينها، في ناس ممكن تبقى مجهده ورغم كده بذلت اقصى مجهود عندها، لكن مين تالق او مين لفت نظر كابتن احمد عادل في ماتش امبارح من نجومنا؟ هو لفت نظري يعني بشكل كبير او على مدار، انا مع اللعيب مش ان هو بيلعب مباراه كويس وخلاص، لا انا مع لعيب بيقعد حوالي 10 او 15 ماتش بيأدي بنفس الاداء، وانا بشوف ده متلخص في ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم بيلعب بروح عاليه، طبعا عندك خط الظهر كله مع رامي ربيعه طبعا. بعد عودته من الاصابه راجع بشكل مميز جدا وهايل جدا. ده جون طاهر طبعا. طبعا لقطه طاهر، وطاهر مركز قوي الفتره الاخرانيه برضو. هنا برضو هو ما جابش طاهر لسه، يعني طاهر عنده، انا بشوف طاهر من اللعيبه
اللي امكانياته قدراته اكبر بكتير من اللي اظهره، رغم انه ما يعتبرش لعيب جديد يعني، بس انا شايف طاهر لسه كمان عنده كتير، لكن حاسس بيه جاي ومركز قوي في الفتره الاخيره السيزون ده تحديدا. تحس ان هو عايز يعمل حاجه للفرقه. أيوة. يعني تحس ان هو عايز يعمل حاجه للفرقه، الفرص حتى لما بياخد بيبذل اقصى مجهود عنده، بيأدي 90 دقيقه، ولما بيطلب منه ان هو يأدي على طول المباراه بنفس الاداء، لا فعلا بيبقى عنده حسن الظن. لكن هنا لما ممكن برضو الشغل على الكور الثابته، شغل على الكور الثابته وخصوصا على فترات كبيره جدا، ان النادي بيرفع الكره دي، قلت بالونه قوي يا قفشه، بس ايه بس راحت. لا اه فيها توفيق بشكل كبير جدا، طبعا فيها توفيق بشكل كبير، وفيها خطا من يعني اعتقد يعني من شريف يسال عليها شريف اكرامي. مهم يعني جدا يبقى يعني حاسس المكان، احساس المكان اللي هو فيه. لكن هنتكلم برضه على الجول بتاع حسام حسن، الجول بتاع حسام حسن وتحرك قفشه. قبل جول حسام هتكلم معاك على جول حسام، بس انا الحقيقه الاهلي في الشوط الثاني كابتن سامي لعب بشكل ذكي جدا، وعلى فكره الناس اللي بتقول ان الاهلي ما راحش، لا انا شايف ان الاهلي بعيدا عن الجونين اللي جابهم كان ممكن بمنتهى السهوله جدا يحط جونين ثاني مرتاح. الماتش بتاع امبارح ده كان ممكن يخلص سكور، ده كره حسام طبعا قفشه حطها له حلوه قوي. بص هنا التحرك بتاع قفشه او المكان المحبب لقفشه، بص هتلاقيه فين؟ يعني هتلاقي فترات لما بيلعب 4 3 3 النادي الاهلي، هتلاقي قفشه بيتحرك لوحده اوتوماتيك، بياخد الحته اللي هي ما بين نص الملعب، دايره نص الملعب ودايره ال 18. في الفصل انت حبه في 10 قوي، يعني في 10 هيفرق مع الفرقه بشكل كبير جدا، هيتحكم في ريتم لعب النادي الاهلي، هيفرق بشكل كبير. خلي بالك قفشه لما بيلعب بيبقى فارق جدا مع اداء محمد شريف. الكره دي بعدت كمان، يعني الكره دي لو حسام استلم، هيبقى هو والجون، هو لو سندها هنا يعني سندها وهي على البوكس كانت هتفرق معاه كتير، بس هي بعدت، ورغم كده الحقيقه برده يعني يحسب له ان هو حطها من بعيد كده. لا هو بعد صعبه، كانت الكره بعيده، عدلته مش احسن حاجه، لكن انا بقول لك ربنا هتلاقيه كافئه بالهدف دوت، لان هو كان بقاله كتير ما بيلعبش، واتمنى ان مباراه بيراميدز هتكون بدايه اكيد للي جاي ان شاء الله. والناس فرحت في التاني، مش بس عشان التاني لكن فرحت لحسام كمان. يعني ما هو ده اللي بتكلم فيه، الناس عايز شايفه حسام برده واحد من الاسماء اللي حظها ما كانش حلو قوي في البدايات، بس شايفه فيه امكانيات برده مهاجم. بس كل ده بيصب، كلنا شفنا حسام حسن يعني مش غريب علينا، يعني مش لسه هنكتشفه يعني. هو كل ده بيصب في مصلحه الفرقه، يعني مصلحه الفرقه مهمه جدا يبقى عندي فيرود واثنين وثلاثه، مصلحه الفرقه ان يبقى عندي اثنين باكات رايت او ثلاثه باكات رايت، او عندي مصلحه الفرقه ان انا يبقى عندي اثنين باكات ليفت، ده بيصب في مصلحه الفرقه. في حاله غياب اي عنصر من العناصر، العنصر الثاني بينزل وبيأدي بنفس الصوره. اللي بسطني جدا اكيد عوده الناس اللي ما كانتش بتلعب، بسطني جدا يعني زي ما بقول لحضرتك مكاسب كبيره جدا مباراه بيراميدز، على رسوم طبعا الكابتن سامي على قياده الجهاز الفني. تراهن على ايه في ماتش سموحه؟ ماتش سموحه من الماتشات الصعبه، خصوصا انه في اسكندريه عندكم. بس سموحه الحقيقه من الفرق برضو اللي كورتها حلوه، وفرقه دايما عندها طمع، يعني عارف في فرق دايما بتقول لك ايه العب على بونت مع النادي الاهلي، ولو قطعت البونت بقى تمام جدا حققت اللي انا عايزه، لكن سموحه من الفرق اللي ممكن دايما ممكن تبقى طبعانه، بتلعب مع اهلي مع الزمالك مع بيراميدز، عايزه عندها رغبه في المكسب يعني. فهتراهن على ايه في ماتش سموحه؟ هتراهن على سكواد وطريقه لعب ماتش بيراميدز، ولا تتوقع انه كابتن سامي يغير في التشكيل وفي الاداء؟ لا على ما اعتقد ان هو هيلعب بنفس الصوره، بنفس الصوره وبنفس الشكل وبنفس طريقه اللعب، مع اللي انا بتمناه من كابتن سامي هو فرض اسلوب اللعب. فرض اسلوب اللعب زي ما بتكلم دايما في مباراه صغيره او مباراه كبيره، انت النادي الاهلي، انت اللي بتفرض، تنزل تفرض اسلوب لعبك، اللي انت اللي عندك الشخصيه. وخصوصا انا لعبت في انديه برضو غير النادي الاهلي، اي نادي بيلعب النادي الاهلي هو مستني الفعل، مستني ايه اللي هيحصل، الاهلي هيعمل ايه، الاهلي هيعمل، المهم ان ناخد المبادره، المهم النادي الاهلي ياخد المبادره، وده هيسهل على اللعيبه. لكن طول ما المباراه بتبقى 0-0 والوقت بيعدي، اللعيبه هتلاقي لعيبه سموحه بتاخد ثقه في نفسها أكبر. ومعك مع كابتن عبد الحميد بسيوني، طبعا الماتش بيتضغط عليك، اللي مع كابتن عبد الحميد بسيوني لا من مدرب جريء بيبقى عايز يفرض برضو اسلوب لعبه، فاكيد هتبقى مباراه مميزه. تكيس بيراميدز، ايه الفرق بينه وبين عبد الحميد سموحه؟ يعني التركيبه دي انت كنت بتقولي في الفصل انه يمكن قدرات تكيس دونياس مع وادي دجله كانت واضحه، لانه في عنده الفول كنترول على لعيبه صغيره بتلعب معاه، ده انت ما شفتوش حصل مع بيراميدز.
لا ما شفتوش حاصل، وانا ده توقعي لي ان انت لما بتتعامل مع لعيبه كبيره، لعيبه عندها شخصيه، لعيبه بقى لها 15 سنه بتلعب بطريقه معينه او بنفس الطريقه، صعب جدا هتيجي في فتره محدده او فتره صغيره ان انت تنفذ طريقه اللعب غير لما تتعامل مع لعيبه صغيره كلها تسمع كلامك، كلها تتحرك التحركات اللي انت بتقول عليها، لكن هيواجه صعوبه. اللعيبه دي لعيبه كبيره، هنا صعب جدا تفرض اسلوب لعبك او على اللعيبه دي، فعشان كده هيواجه صعوبه مع بيراميدز، مش هيقدر ينفذ كل اللي جواه. ده شفته بيترجم في ماتش امبارح، ان انت تبقى حتى شخصيه قويه مع اللعيبه الكبيره دي. هي. فده ممكن يكون غايب عنه شويه، عشان كده بنشوف الاداء بتاع بيراميدز يعني قليل بعض الشيء. ايه اللي تخاف منه في فرقه سموحه؟ اخاف لو واحنا بنهاجم ان يلعبوا على كونتر اتاك. يعني هم يجيدوا الكونتر اتاك، بيجيدوا الكونتر اتاك عن طريق طرفين الملعب، فمهم جدا على كابتن سامي ان هو يبقى مأمن بشكل جيد. نروح لسؤال تاني. عبد الله ابو بكر، ايه رايك في وجود محمد اشرف باك ايه بقى؟ باك شمال ولا باك يمين؟ باك شمال طبعا. محمد اشرف هو بيسال، اعتقد السؤال محمد أشرف لعيب جيد جدا. يعني لعيب جيد جدا وعنده مستقبل. مين من الشباب اللي طلع واشترك خد فرصه شايفه يستحق ياخد الفرصه او يكمل فرصه في الفتره اللي جايه؟ اتمنى زياد طارق وكوكا. زياد طارق وكوكا لان هم عندهم الشخصيه، عندهم شخصيه النادي الاهلي، وزي ما اتكلمت مع حضرتك مهم جدا يركزوا الفتره دي، مهم جدا يقفلوا على نفسهم، مهم جدا هو استغل الفرصة لان هو لعيب شاب لسه قدامه العمر الكبير. اتمنى ان هو يأدوا او نفس كيرف الاداء يفضل عالي، هيفيدوا الفرقه وهيفيدوا نفسهم اكيد. مين محتاج ياخد فرصه انه يرتاح شويه يا كابتن احمد؟ اكيد كان علي معلول. علي معلول والسوليه. اتمنى السوليه مع عوده طبعا اللعيبه الغيابات، اكيد السوليه مهم يريح شويه عشان محتاجينه في اللي جاي. شايف الاهلي ازاي في فرصته على منافسه في 3 بطولات مستمره الشهرين اللي جايين؟ عندنا طبعا وصلنا قبل، وبالنسبه قبل النهائي هيبقى بعد ماتش سموحه على طول مع بتروجيت، في حال ان شاء الله نجحنا في الفوز على بتروجيت نوصل للزمالك في 21/7. عندنا ماتشات الكاس اولها المقصه، وعندنا طبعا بقيه مشوار الدوري. فرص الاهلي في المنافسه او تحقيق 3 ألقاب في ظل الموسم الممتد وفي ظل حاله الارهاق والغيابات دي؟ طبعا اللي مطمني انا ومطمن كل جماهير النادي الاهلي اكيد ان النادي الاهلي بياخد الستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، بيفكر في كل مباراه بمباراتها، كل بطوله ببطولتها، وده اللي مطمني انا بصفه شخصيه لاداء الفرقه. واكيد زي ما قلت عوده اللعيبه، رجع لك السكواد كله زي ما كامل العدد، ده اكيد هيصب في مصلحه الفرقه. لكن انا كمطمن ان الفريق او على راسهم طبعا قياده الكابتن سيد عبد الحفيظ بيبقى قافل على الفريق بشكل جيد طبعا، وبياخد المباراه بمباراتها وبطوله بطولتها، وخصوصا مع الكلام الكثير على اسم المدير الفني الجديد اللي هيتولى المسؤوليه نادي الاهلي. منتظر ايه من التجربه، او منتظر ايه من، بصرف النظر عن الاسم يعني، منتظر ايه من المدير الفني فيما تبقى من الموسم بعد ما يتولى المسؤوليه؟ اتمنى ان هو يبقى عارف النادي الاهلي كويس، وعارف ان هو جاي نادي كبير. ظلم ليه انه يجي في التوقيت ده وفي الظروف دي، يعني اي مدير فني يجي على فريق في موسم ممتد بالشكل ده، تحاسبه على نتائج او ولا تستنى مع بدايه موسم جاي، ولا تفكر فيها ازاي؟ بص، مجلس اداره النادي الاهلي بيوفر كل سبل امكانيات البطوله، سواء جه في نص الموسم سواء جه في اخر الموسم. انا مع سياسه مجلس اداره النادي الاهلي، هو بيديك كل الصلاحيات ان انت ازاي تاخد بطوله، بيديك مساحتك كامله. عمرك ما هتلاقي مدرب بيجي النادي الاهلي ماتشين وبيمشي او 3-4 ماتشات زي ما بيحصل في الانديه الثانيه، لكن هو بيديك مساحتك ككل. حتى لما بتخسر بطوله ممكن بيحاسبك عليها، بس بيحاسبك في اخر السيزون. فدي من ضمن الايجابيات اللي اي مدير فني او اجواء هيقدر يجي يشتغل داخل النادي الاهلي، ان هو متوفر لكل سبل البطوله، واكيد الحساب بيبقى في اخر السيزون. وان حضر طبعا المباراه اللي جايه مباراه سموحه هيتحمل مسؤوليتها كابتن سامي قمصان، ايه الحاجه اللي انت تستنى تشوفها او يقدمها لنا سامي قمصان مع عوده بعض الاسماء اللي كانت غايبه زي حمدي فتحي، زي حسين الشحات، زي علي معلول، لو كانوا جاهزين للمشاركه في المباراه؟ ايه التطور في الاداء اللي انت تتمنى تشوفه على الاداء الاهلي في ماتش سموحه؟ اتمنى ان هو بيحصل في التغييرات او في طريقه اللعب، ده اللي انا بتمناه، او فرض اسلوب اللعب. المهم جدا تلعب بشخصيه الاهلي، وده اللي فعلا بيقدر ينفذه كابتن سامي، ان انت بتنزل تفرض اسلوب لعبك مع اي فريق، وده اللي انا بتمناه انه يحصل في مباراه سموحه، وان انت تاخد المبادره هيسهل عليك بشكل كبير جدا
طول سر المباراه اكيد. مبروك تجاوز مباراه صعبه او عقبه صعبه في الطريق الاهلي لتحقيق بطوله كاس مصر القديم 2021. كل الشكر ليك كابتن احمد على تشريفك لينا، نورتنا وشرفتنا في السادسه. شكرا استاذ احمد، ومن الحلقات اللي بستمتع بيها مع حضرتك. واحنا بنسعد بيك دايما حقيقي في السادسه معانا، وبشكر طبعا حضراتكم على المتابعه. مبروك الفوز، انا عارف ان الفوز على بيراميدز بصرف النظر عن المسابقه والبطوله اللي احنا بنلعب فيها ليه طعم خاص جدا عند جماهير النادي الاهلي. مبروك العرض القوي اللي قدمه النادي الاهلي امبارح، عرض قوي بلا نقاش عشان ما حدش يتكلم في ده كتير في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، وانك بتلعب فريق محترم زي بيراميدز واحد من اقوى الفرق اللي بتقدم كوره في مصر. اعتقد ان النتيجه كانت مرضيه لكل عشاق النادي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله تستمر المسيره قبل ما نفتح ملف سموحه في الدوري مره ثانيه بكره مع حضراتكم على نفس الشاشه، شاشه الاهلي في السادسه. تحياتي لكم.